السلام عليكم. تنشكروا الإخوة المهتمين بالشأن الصحفي يعني تيفلت بريس وصوت العدالة، تنشكرهم على الحضور ديالهم والتغطية ديال هذا اللقاء التواصلي اللي عقدته الفيدرالية الإقليمية الوطنية لجمعية آباء أمهات أولياء التلاميذ في إقليم خميسات بدار الشباب عبد السلام مساري القريشي، وطبيعة الحال بتأطير الأستاذ والممثل المديرية الإقليمية بإقليم خميسات السيد حسن عليمو المهتم ورئيس قسم الشؤون التربوية ورئيس قسم التأطير المدرسي، اللي حاول الحمد لله أطر هذا اللقاء هذا اللي كانوا فيه مداخلات قيمة كان فيها توضيح وتوجيه للآباء اللي كانوا حاضرين معنا هنا، واللقاء يتمحور حول التوقيت والزمن التعلم المدرسي ديال التلميذ ككل لا على المستوى الابتدائي ولا على المستوى الإعدادي والثانوي. كان توضيح، كانت يعني طمأنة الآباء، كانت هناك توضيح ديال المرونة ديال التوقيت والزمن المدرسي ككل، وهذا ما جعلنا نقوم بهذا اللقاء هذا كفيدرالية إقليمية لجمعية الآباء. قمنا بهذا اللقاء ونظمناه من أجل أنه تم توضيح عدد من المسائل المهمة اللي خاص يعرفوها الآباء، والحمد لله يعني كان يعني تجاوب بشكل كبير، وكان اللقاء في المستوى المطلوب وخرجنا به بنتيجة ألا وهو تم تفهم ذل هذه المواقيت اللي كانوا تظنوا أنها فيها ارتجالية، فيها يعني حيف، فيها يعني أخذ قرار بدون يعني استشارات الشعب، ولكن ما يجب أن يعرفه الجميع وممتي الأباء هو الهاجس الوحيد هو احترام زمن التعلم لذاك المتمدرس، وهذا ما جعلنا نجتمع الآن ونوضح لهم لا أقل ولا أكثر. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.